بابا بابا يا عم سعيد. ايوه يا عيد، انا هنا في البلكونه. صباح الخير يا عم سعيد. يا صباح الفل يا حبيب بابا. يا انت مش لابس النضاره ليه يا عيد؟ نضارتي يا بابا خلاص بقى. ايه اللي موقف شعرك كده؟ يا بابا ده التغيير، ده النيو لوك. ايه النيو لوك ده؟ هو ده النيو لوك؟ اه. ده بكام ده؟ مش كتير. انا عارف انه مش كتير. بكام يعني؟ يعني 500 600. كم؟ 500 كم؟ ايه يا بابا؟ ادي ادي يا بابا. يا بابا يا بابا جبت الفلوس دي منين يا عيد؟ يا بابا ما تخافش، انا خدتهم من ميس وبجيم، قلت لهم بابا حسبته يا بابا. ادي انا كنت متاكد ان العيال دي هيبوظوك في الفلس وابوك. يا بابا انا عمري في حياتي ما صرفت المصاريف دي يا بابا، وانا مش هديك ولا مليم من 500 جنيه. 500 جنيه عشان يوقفوا لك شعرك؟ طب قول لي، كنت خضيتك؟ كنت كهربتك؟ ده انا عمري ما اديت حلاق 5 جنيه على بعضيها. يا بابا يبقى كلام من مسوب جمال بيقول عليك صح. انا علي ايه يا عيد؟ قالوا اللي قالوه. انا علي ايه؟ انت ان انت بخيل. وانت صدقتهم؟ بصراحه انا بخيل يا عيد اللي انا شايفه طول عمري. لا انا مش بخيل، انا يمكن اكون حريص عشان بعمل منك راجل وهثبت لك دلوقتي حالا. دي ايه يا عيد؟ انت دي ايه؟ 100 جنيه. علي صوتك. 100 جنيه. اوعى يا ناس. يا نهار اسود يا بابا. دي ايه يا ناس؟ دي ايه؟ انا هثبت لابني دلوقتي. يا بابا انا مش يا بابا تحترم قدام الناس. عادي ال 100 جنيه اهي. ايه بقى الخمسينات وجنيهات واربع. مبسوط يا عيد؟ يا بابا كان يوم اسود يوم ما عملت ديو زفت ده يا بابا. ديو زفت؟ انا ليه احسن مع اصحابك المعفنه دي؟ يا عيد ابوك هنا ولا ايه؟ هندام هنا ولا لسه في الشغل؟ ادي العد كلها عيد. يرحمكم الله، انت عندك برد ولا ايه؟ مالك يا ابني؟ يعني روح الفاد. انت مالك ايدك تعالى؟ استخرت ليه؟ مش عارف ان انا عندي ميعاد. يا عيد انت هتسيبني لوحدي مع ابوك ولا ايه؟ يا عم سعيد وابوه ياض. وحشتني يا عم. وحشتني. مش عاجبك ابوه ياض؟ وعم سعيد يا حراميه، عاوزين تاخدوا الواد الطيب 500 جنيه. يا عمي يا عم ال 500 جنيه دول لزوم النيو لوك؟ انت ما بتتفرجش على المولودي ولا ايه؟ النيو لوك ده هناك عند الست والدتك، انما هنا بيت طاهر ما فيهوش مولودي. يا عم سعيد ما تبقاش راجعي، خليك ستايل. انا راجعي يا زباله قريب. عياد القصريه اللي لابسها في دماغك دي روشانه يا عم سعيد. حد يخفي الحلاوه. اه يا دماغ ما حلوه. ما تاخد الفازه دي تكسرها في دماغي وتريح. انت عارف تمن دي؟ تمنها كام دي؟ اسمع عارف، وهو انا مش هدفع الا 5 جنيه. يا عم سعيد ال 5 جنيه دي ما تجيش تمن الشماعه. اخرس اخرس. خلاص يا عم سعيد، احنا هناخد البضاعه دي ونرجعها وكل حاجه يروح لحاله. اوي يا اخويا، اوي يا عم القايل. خش يا اخويا خد البضاعه، انما انا فلوس مش دافع. يلا يا حبيبي يلا يلا ورايا. يلا وراه.